وما زلنا مع حضراتكم مع الفقرة الطبية. النهاردة عندنا ضيف مهم وموضوع جديد بيمس شريحة كبيرة جدا من المشاهدين. طبعا كلنا بنحلم حلم الرشاقة، كلنا نفسنا نتخلص من الدهون والترهلات. وضيفي النهاردة دكتور بيمثل شركة من أهم الشركات في مواجهة خطر السمنة، شركة On Target Pharma. طبعا معايا دكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة بشركة On Target. أهلا بيك يا دكتور، منورنا. طبعا يا دكتور احنا عندنا مشكلة رهيبة في ناس، يعني مش بس مشكلة السمنة بل بالعكس الناس كمان اللي بتخس بيحصل شوية نوع من الترهلات، وده بيضايق ناس كتير جدا سواء رجال أو سيدات. عايزين نقضي على السمنة صح من غير ما يبقى عندنا مشاكل ما بعد ما احنا بنخس، كويس. نعمل ايه بقى يا دكتور؟ اول حاجه انا حابب اشكرك على الواو ده. اسمح لي بقى بما ان حضرتك بقى قلت كده، اولا عايز اوجه يعني رساله وتحيه وحب وتقدير لوالده دكتور احمد نوبل، بجد شكرا لحضرتك ومحبه حضرتك دي على راسي من فوق، بجد سعيده بيها جدا بصراحه. يعني انا مش عارف اتكلم ريحه الاكل. ربنا يخليك، بس احاول اسيطر على نفسي. ما انا بحاول اسيطر بقى، دي حاجه حلوه. هقولهم ازاي اسيطر دلوقتي عشان يعرفوا الاراده، برده دي مهمه بالظبط. هقولهم ازاي بقى ايه مفتاح في الاراده. فاول نتكلم، في ناس كتير جدا فعلا بتخس، أيوة. بس بتقابلها مشكله الاراده اللي انا بتكلم عليها، صحيح. ما بيعرفش يكنترول على نفسه، وكمان ممكن يتبع نظام غذائي سيء يعمل له ترهلات في الجسم. يبقى ممكن من النظام نفسه كمان يا طبعا دكتور. طبعا ده مش هو ممكن، هو الاساسي ان النظام اللي ماشي عليه غلط. اوكي، ليه خسله مثلا في اسبوع 10 كيلو 12 كيلو، فطبيعي يحصل كولابس في الجسم، طبيعي يحصل ترهلات في الجسم، الالاستين يقع والكولاجين يقع. كل الكلام ده من الاثار الجانبيه للدايت الخاطئ. الخاطئ اهم حاجه، كويس. كلمه الخاطئ، تمام. طب نعمل ايه؟ احنا هنمشي على محورين. اول محور الاراده اللي احنا بنتكلم عليها. انا دلوقتي قاعد مع حضرتك وقبل الهواء يعني في فول كنترول ما شاء الله، حاجات حلوه وحاجات حادقه وكل الحاجات قدامي، ومع ذلك كنت قادر اسيطر على نفسي. ليه؟ كويس. انا من المنتجات اللي بستخدمها ومطلع بتكلم عليها النهارده الاناسيليوم. ايه الاناسيليوم بكل بساطه؟ الاناسيليوم هو بديل طبيعي لعملية تكميم المعدة أو عملية بالون المعدة. كويس. هي أكياس، بيتاخد الكيس على كوباية مية وبعدها بشرب كوبايتين مية. بتبدأ تعمل في المعدة حاجة اسمها بالك ايجنت، يعني بالعربي بتبدأ تعمل بالونة في المعدة. فلو المعدة بتستقبل كيلو أكل، أيوه، بتملى تلات أرباع حجمها. كويس. فيتفضل ربع واحد فقط بس تبدأي حضرتك تاكلي بيه وتشربي بيه وكمان تتنفسي. فالموضوع بيبقى دي الإرادة بتاعتي. عشان كده انا ممكن يبقى قدامي كذا صنف ومع ذلك انا محافظ على الدايت بتاعي وما عنديش ميول حتى ان انا امد ايدي، لان انا اوريدي معدتي مليانه. دي اول نقطه. النقطه الثانيه اللي هي مهمه جدا جدا جدا، ودي السيرفيس اللي احنا بنقدمها فور فري في شركه On Target Pharma، الفريق الطبي اللي بيحط لك دايت صح. لان انت ممكن جدا تاخد دايت من واحد صاحبك خس عليه وانت برضو تخس عليه، بس تلاقي السايد افكت بتاعه انيميا، تلاقي زي ما احنا قلنا كده دهون في كل حته او ترهلات في كل حته. ايوه. فعشان نبعد عن السايد افكت ديت عاملين ايه؟ تو ويز، طريقين. اول طريق الاناسيليوم مدعم بمالتي فيتامينز. كويس قوي. كويس جدا. تاني حاجه الفريق الطبي اللي انا فعلا براهن عليه، هو فريق طبي متكامل بيبدا في الاول معاك بيسالك اسئله كتير جدا. خليني بقى اقف هنا يا دكتور. دايما الناس تقول ايه؟ هو انا ينفع اعمل دايت وحد يتابعني من خلال التليفون؟ حلو. دي مساله، بس انا على فكره انا عارفاها حلو. مع ناس كويسين جدا. السؤال ده حلو قوي، بس لما بيكون الناس دي ناس بروفيشنال. لكن خلينا نتكلم الناس لسه اللي مش عارفه الموضوع ده وجديد عليهم. جميل. هل ده ممكن فعلا؟ يعني انا مش محتاج اروح لدكتور يشوفني ويوزني ويتابع حالتي كده برؤيه العين، ولا ده ممكن يحصل؟ اجيب لك الموضوع من اوله شويه. ايوه. نقطه كورونا كانت نقطه فارقه في حاجات كتير جدا في العالم، حياتنا كلها وفي الطب. صحيح. مرحلة ما قبل كورونا غير مرحلة ما بعد كورونا. صحيح. ما قبل كورونا كان ممكن اتقبل فكرة ان انا عايز اروح للدكتور واستيك معاه ويشوف وزني بتاع. جت كورونا وضحت لنا اهمية السوشيال ميديا واهمية الاونلاين، مش في الطب بس، في كل حاجة. احنا دلوقتي تقريبا حياتنا كلها بقت قايمة على المنتجات اللي بنجيبها من على النت. طبعا لازم يعني لو هنتكلم على منتجات النت لازم تكون مرخصه، بس أكيد. انا بتكلم على حتى على اللبس، على الاكل، على الشرب، اي حاجه بنحتاجها. صحيح. بالظبط. فحته كورونا نقلت وغيرت تفكير المريض مش المصري بس، في العالم كلها للاتجاه ناحيه السوشيال ميديا والاونلاين. انا عايز اقول لحضرتك مثلا On Target Pharma بعد الشركه اللي انا بمثلها بعد كورونا احنا عندنا النهارده 10,000 عميل ما شاء الله.
تمام؟ طب عشان نواجه الاحتياج ده من العملاء عملنا ايه؟ الدكاتره اللي بتيجي عندنا، انت اللي بيرد عليك دكتور، ايوه، مرخص، انا عارفه، ومعاه اللايسنس بتاعته، معاه الشهادات بتاعته اللي تؤهله ان هو يتابعك. تمام؟ فانت وانس ان انت بتتواصل معانا، في قائمه كامله من الدكاتره بتاخد منك داتا. اول حاجه بتملى ابلكيشن، بنعرف بقى تاريخك المرضي، مشيت قبل كده على دايتس ولا لا، طب الدايت اللي مشيت عليه مشيته ازاي، عملت ايه، بنسمع حاجات منك كتير جدا عشان يعني دي شكل الاستماره يا دكتور. طبعا بصي في الاول الاستماره طبعا اسمه السن كده كل الكلام ده تمام. في حاجات مهمه جدا في الاستماره، مريض ضغط، ايوه، مريض سكر، سيده او راجل، طب شكل عملك ايه، بتقوم بمجهود عضلي، طبيعه العمل، ايوه مظبوط، طب ما بتقومش بمجهود عضلي مثلا، ربه منزل، طب بتقدري تنزلي تمرني، لا مش قادره انزل اتمرن، طب بيتك تقدري تتحركي فيه، طب في ضغط، في سكر، لا ما فيش، في حاجات وراثيه تانية، غده، بسالك شويه حاجات كده، تكيسات، في اسئله كتير مهمه بالنسبه جدا طبعا، جدا جدا في اسئله كتير جدا بتتحط. على اساسها كل دكتور بقى بنبدا نعمل له ريفير، بنبدا نقول له مثلا انت الحاله دي عندها ضغط، فمعانا مثلا دكتور احمد، اوكي، الحاله بتاعتك تولى هذه الحاله بالظبط، حاله سكر، لا تمام. دي مش بتاعت دكتور احمد، دي بتاعت دكتور محمد مثلا، دي بتاعت دكتور مينا، كل حاله وليها الدكتور المتميز في النقطه دي، انت مش بس معاك شهاده ان انت شاطر، انت نخبه متميزه من الدكاتره في مجالها، انت مش بس معاك شهاده ان انت تقدر تتابع تغذيه، لا انت معاك طبعا كلهم معاهم شهادات ان هم يتابعوا تغذيه، بس انت متميز في ايه؟ النقطة دي جبت حالات معانا قاعدة 10,000 حالة ما شاء الله، فأنت في ال 10,000 دولت تميزت في إيه؟ مع مرضى الضغط، مع مرضى السكر، مع مرضى كذا، مع مرضى كذا، فتبدأ أنت اللي بتلمع نفسك في النقطة دي. عشان كده إحنا ما بيننا برضه كومبيتيشن بين الدكاترة عشان يتطوروا من نفسهم يوميا تقريبا. دي حاجة كويسة جدا يا دكتور. طيب ما بعد بقى ما العميل بيكتب بياناته وحضراتكم بتاخدوا بقى البيانات دي وبتبدأ توزعها على الدكاترة على حسب المجال المتخصص فيه بالزبط. بيحصل إيه بقى يا دكتور؟ بيبدأ على طول دكتور بيتواصل معاك أو دكتورة، أيوه، إحنا معانا عندنا نوعين يعني، دكتور أو دكتورة بيتواصلوا معاك، بيبدأ يقول لك حضرتك مثلا مريض سكر، سكرك كنترولد ولا لا، يعني سكرك انت بتاخد له علاج ولا لا، طب العلاج ده انت سكرك منتظم ولا لا، بيسالك بقى شويه حاجات في مجاله، وعلى اساسها بيبدا يحط لك الدايت بتاعك. الدايت بتاعك انت لازم تستيك بيه، يعني لازم تمشي على الدايت اللي الدكتور كاتبه لك. ليه؟ مشكله الدايت زي ما احنا قلنا الاراده. طب انا مديك خلاص كورس الاراده، انا عايز اسميه كورس الاراده، لان سيري هو الكورس اللي هيخليك يبقى عندك اراده ان انت تواجه الواو اللي كان قدامي على الترابيزه من شويه انا بكل شويه ارجع له. المهم فالانسيليم هو الاراده بتاعتك. مش بس كده، انت معاك كمان دكتور يوضح لك تعمل، أيوة، ايه، فانت مش ماشي لوحدك، بتلاقي على طول متابعه دوريه، ممكن يوميا لو انت حالتك مستعصيه، ممكن كل اسبوع. دي بقى بتختلف من دكتور للتاني وبتختلف من حاله للتانية حسب الحاله طبعا. في حاله اتابعها كل اسبوع، طب ماشيه كده كويس جدا، طب كده خلاص زي ما انت هنكمل، وصلنا للوزن المثالي، عايزين نثبت وزن شويه، لا عايزين نخس زياده، طب عندي مناسبه، ودي نقطه مهمه قوي وبتجيلنا كتير جدا، عندي مناسبه كمان شهر، وعايز اخس. الناس بتسيب ليه نفسها قبل الشهر؟ ممكن قبل شهرين، قبل شهر ونص، كلنا كده يعني، او ممكن قبلها بخمس ايام. أيوة. داخل على كمين، الحقني. ده كلنا بيحصل كده على فكره، ده ليه ستايل برضو. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه اصلا، يعني برضو انا بحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجزئيه جدا، انا جداً عجبني قوي ان في يعني من رجال الجيش اللي بيروحوا يتوزنوا عشان الترقيه ممكن تقف بسبب الوزن كده، انه زاد مسموح له ب 2 كيلو بس يا جماعه، لو زاد عنهم، وانا شايفه ان دي صحته احسن. هو في الاخر كمان جدا عليها، عملنا مبادره لصحه الاطفال، كانت مبادره بالتعاون مع الرئاسه، ففعلا هو على طول الرئيس بيطلع راكب على طول عجل ورياضي، ما شاء الله، هو رياضي طبعا جداً. ما شاء الله، فعلا الرياضه بتختلف طبعا، فعلا صحة. بتخليك قوي طبعاً. قادر تتخذ قرارات قويه، الموضوع مش مجرد انا عايز البس بنطلون، مفيش ستريس يا دكتور، كمان الرياضه دي بتخلي الاستريس يخف. عايز اقول لك ده طبيا فعلا. في حاجه اسمها اوكسيديتيف ستريس، اللي هي مؤكسدات، انت لما بتبقى تخين وعندك دهون كتير، الحاجات دي بتزود مؤكسدات في دمك. كونك رياضي انت بتنقي جسمك من جميع السموم، صحيح، تفكيرك بيختلف، بيبقى عندك فعلا قوه في اتخاذ قرارات، كل حياتك بتختلف كلها بشكل انت لا تتخيله. الموضوع مش رفاهيه خالص 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 خالص. ما احنا بقى هناخد استاذه منال ونرجع نستكمل مع حضرتك. ناخد مدام منال، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك، ازيك حضرتك؟ الحمد لله بخير حبيبتي، عظيمه العظيمه حبيبتي، ربنا يخليكي. الله الله، كل ذوق، ربنا يبارك في حضرتك. ازيك دكتور احمد؟ ازي حضرتك يا فندم؟ انا عندي 58 سنه ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. الله يبارك لك حبيبتي.
عملت ريجيمات كتير قبل كده، من 10 سنين بعمل ريجيم ويفشل، اعمل ريجيم ويفشل، لغايه درجه ان انا جات لي خشونه في رجلي وفي كتافي، ما كنتش، الدكتور قال لي خسي يعني تخسي. فبقيت اشوف الحلقات على اليوتيوب بتاعت الدكتوره نهال وكده. ايوه يعني قلت ايه ده، معقول واحد ينزل كل ده في الفتره البسيطه دي؟ يعني برضو قلت طب انا هجرب، انا ما جربت قبل كده. بصراحه بحق ربنا اقسم بالله العظيم ان نتيجه ما كنتش احلم بيها بصراحه. طب قول لنا ايه التغيير اللي حضرتك لاحظتيه، وايه اللي اختلف عن الكورسات او الحاجات اللي كنت بتاخديها قبل كده؟ اختلف ان انا تعبت من شهر، من 3 شهور كده. والدكتوره نسمه ربنا يبارك لها اللي هي انا متابعه معاها، ايوه طبعا وقفت الرجيم، بس كنت باكل يعني اكل متقطع. وهي قالت لي ايه، احنا ممكن نوقف رجيم وما ناخدش اي حاجه غير الادويه اللي انت بتاخدها عشان انت تعبانه، بس ايه ظبطي اكلك كويس، يعني نبعد عن الدهون، نبعد مش تسيب كل كام يوم ها الاخبار عامله ايه. يعني انا زدت في الشهرين ونص كده 4 كيلو بس. يعني عشان مشيتي على نظام معين؟ لا مش نظام معين، كنت باكل بس باكل حاجات صغنططه كويس، كميات محدوده. وبعد كده بدات رجعت تاني اهوت الحمد لله، اللي انا زدتهم ال4 كيلو بدات خلاص انزلهم، وهي متابعاني بصراحه مش سايباني. يعني انا بهدف، يعني تعبتها معايا نسمه دي بقى لها 9 شهور، يمكن بكلمها بالليل الصبح في اي وقت، وبين اصحاب في التليفون بصراحه اتعب، اقول لها طب خدي دواء كذا، عندي انسداد طب خدي كذا، عندي برد طب خدي كذا، مش سايباني. انا عشان عندي 58 سنه ماني صغيره برضه، يعني ربنا يديك الصحه والعمر يا فندم. والحمد لله، الحمد لله الكميه اللي انا نزلتها، لا الناس بتشوفني، لا انت ايه ده، انت كنت فين وبقيتي فين؟ الحمد لله. الحمد لله. احنا طبعا بنشكر حضرتك على مداخلتك الجميله، وتحيه طبعا لدكتور نسمه اللي تابعت حضرتك بجد. والدكتوره نهال حافظ عايزه ابعت لها شكر يعني بجد بجد، الله يبارك لك بحق ربنا. يعني انسانه انها تنزلني من 115 ل 82 ما شاء الله، يعني لو ولا دكتور سمنه يعملها بعمليه كمان. صحيح. هي ارادتك اللي خليتها تعمل كده. الاراده، ربنا يديك الصحه والعمر والله بجد استاذه منال. الله يخليك، بشكر الدكتوره نسمه بصراحه، وهي لسه مكمله معايا، احنا لسه ماشيين برضه، قالت لي انا وضعي الوزن مثالي. تمام. ميرسي يا حبيبتي. تسلمي لي يا استاذه منال، اتفضلي يا فندم، شكرا لحضرتك جدا. على فكره في السن الكبير بتبقى اصعب. انا عايز اشكر جدا الدكتوره نسمه لانها طبقت اللي انا طالع اتكلم عليه. اول حاجه كونك دكتور هتعرف تتعامل، مش مجرد في تغذيه بس، بتقول لك بقينا اصحاب، يعني بكلمها في اي وقت، انا مش هقل عليه لان ده الطبيعي. الصراحه النفسيه دي فعلا حقيقي يا دكتور مهمه جدا، مهمه جدا. اصل انا بمر بنفس القصه برضو، اللي هو يعني برضو بيكلموني عادي الساعه 4 الفجر و5 الفجر، فانا الموضوع ده بالنسبه لي عدى طبيعي لان انا عايشه. ربنا يبارك لك. انا حابب اشكر جدا دكتوره نسمه، ولانها بتاكد على النقطه اللي انا طالع اتكلم فيها. كون في دكتور معاك مش مجرد هيحط لك سيستم غذائي بس. انت ممكن جدا يجي لك حالات امساك، حالات اسهال، او وات ايفر انت بتعدي بايه، التغيرات اللي بتحصل لك. في دكتور هيقدر يتعامل كويس، يعني هو الدكتور مش بس تغذيه، لا الدكتور هيقدر يتعامل مع اي شيء حضرتك بتواجهه، وده اللي يديك يخليك امن، يخليك عندك مصداقيه. انت دكتور اللي بيقول لي خد مثلا كذا لو عندك كذا، فالموضوع بيبقى فيه اكثر امنيه. وعشان كده الشركه عندنا كانت مهتمه جدا بتوظيف كادر طبي فقط. ما عندناش حد بالخبره، اللي انا شغال في المجال بالخبره، ما عندناش موضوع الخبره ده، خبرتك هي شهاداتك، وبعد كده خبرتك بقى واثبات لك لنفسك الحالات اللي انت بتطلع تشكر فيك زي دكتوره نسمه كده. طب قولي لنا بقى الناس اللي تقبلت ازاي فكره الاونلاين، هل قابلكوا في الاول ناس مش متقبله الفكره دي؟ هقول لحضرتك حاجه، زي ما انا قلت فكره كورونا كانت هي اللي غيرت الفكره. احنا الموضوع فعلا ساعدنا، مش ساعدنا بس، ساعد شركات عالميه كبيره جدا. اكيد الناس في الاول كانت ممكن شويه ليتل ريزيستنت شويه، ان هي احنا طبعا موجودين في الصيدليات، فالوقت ده موجود اوريدي في الصيدليات لانه مرخص من وزاره الصحه. اكيد. فالدكاتره اللي اوريدي كانت في العيادات بتكتب الدواء. لما جينا بقى الشيفت ده اللي هو التحول من اللي سببته كورونا من العياده للاونلاين، فالبيشنت او المريض بدا يسمع نفس الدواء اللي الدكتور كاتبه له على السوشيال ميديا وعلى التلفزيونات وعلى كل الكلام ده. فبدا هو ده نوع التقبل، انت لو جبت لك دواء انت مش عارفه اصلا هتبدا في الاول تنفر. الان طبعا. بس انت هنا الدواء عارفه. والدكاتره احنا الحمد لله ماركت ليدر، احنا رقم واحد في مصر. انا عارف. في مجال الابزور السليم ما شاء الله الحمد لله، يعني فاوريدي المريض عنده خلفيه بيه، فالمرضى تبدا عندي انا عندي قابليه. طب انا قاعد مع حضرتك النهارده بتفرج على قناه الاهلي، شفت الدكتور احمد نوبل بيتكلم عن الانسيلين، انت عندك اوريدي خلفيه بيه قبل كده. لا انا استخدمته قبل كده، فهنا بقى قوه باور اوف ماوث اللي هي الماوثنج، ما هو ده مهم جدا، ده اللي احنا اعتمدنا عليه. انا اجيب مع حضرتك نتيجه، الناس ديت بتجيب نتائج كويسه.
وغيرك وغيرك وغيرك، هو ده اللي عامل لنا الانتشار لغايه الحمد لله، بقينا ماركت ليدر رقم واحد في الماركت المصري الحمد لله. ما شاء الله الحمد لله. طيب قول لنا بقى، كلمنا عن المكمل الغذائي الموجود في اناسيليوم. طيب. بعد اذنك. اناسيليوم ترخيصه از مكمل غذائي. كويس. تمام. كلمه مكمل غذائي لانها الياف سيليوم طبيعي. تمام. تمام. كلمه مكمل غذائي هنا في الترخيص لانها بذور طبيعيه، فلما بنيجي ناخد الترخيص احنا مش ما عندناش ماده كيميائيه. أيوة. نبدا نسجلها يعني، احنا الماده عندنا بذور سيليوم. تمام. فلما جينا خدنا الترخيص اللي فيها خدنا ترخيص مكمل غذائي. كويس. زي ما قلنا احنا بذور السيليوم ليها طبيعه فيزيائيه، لما بتشوف الميه بتبدا تعمل بلك، تبدا تكبر في المعده وهو ده اللي بيدي الاناسيليوم الامنيه بتاعته. اول حاجه ان هو منتج طبيعي، ثاني حاجه ان هو مش بيعدي للدم، هو بيشتغل موضعي، بمعنى ان هو بينفخ في المعده وبعد كده بيبدا يتحرك زي ما هو كده الامعاء ويبدا ينزل الجسم يتخلص منه. كويس. الاناسيليوم ده الياف، وده شيء مهم جدا جدا جدا، ويمكن انا من الناس اللي ما بناخدش بالنا ان احنا ننوه على النقطه ديت. الجسم محتاج الياف. ليه؟ احنا ربنا خلق لنا في الامعاء عندنا حاجه اسمها الميكروبيوتا او البكتيريا الطبيعيه النافعه اللي اللازمه للتخمر الاكل. كويس. بسبب عاداتنا الغذائيه السيئه، اكل الحامي، السجاير، كل الكلام ده بيدمر البكتيريا ديت. اوكي. عشان تستعيد نشاطها بتحتاج الياف. كويس. فالاناسيليوم عباره عن الياف، عشان كده كتير جدا من الناس اللي بتستخدم اناسيليوم يقول لك مع الوقت كان عندي مثلا امساك مزمن، ما بقاش فيه ارتاح، مع الوقت كان عندي اسهال مزمن. بس هو الامساك بصراحه الاكتر اللي احنا بنواجهه يعني. امساك مزمن، الموضوع بقى عادي. انا هو انتوا حاطين فيه ايه؟ احنا مش حاطين فيه حاجه، يعني نسبه الالياف فيه كويسه عاليه. عايز اقول لحضرتك بالظبط كيس الاناسيليوم بيعادل نص احتياجك اليومي من الالياف. كويس. يعني لو احنا استخدمناه تقريبا، هو التلت بالظبط مش النص، تلت احتياجي اليومي بالظبط، لو استخدمنا مره الصبح ومره بالليل انت خدتي تلتين احتياجك. كويس قوي، ده نسبه كبيره جدا. والباقي بقى نعوضه في الاكل، بقيه الاكل انواعيه الاكل احنا بنستخدمها شويه، ممكن مثلا سلطه ولا حاجه، تلات اربع معالق سلطه خلاص خدت الالياف بتاعتي كده كامله في اليوم. ايوه. فاحنا مش مجرد اللي احنا بنخسس، لا احنا كمان لقينا اثار ثانيه، اثار فعاله كويسه جدا، زي موضوع البكتيريا الامعاء اللي انا كنت بتكلم عليها. طب قول لنا بقى يا دكتور، المعدل الطبيعي اللي ممكن ننزل بيه على اناسيليوم؟ السؤال ده انا بدي منه قوي. يعني عشان في بعض الناس ممكن تسال، خلينا نرد عليهم سريعا قبل ما السؤال ده مهم. أيوة. ليه؟ طبيعتي غير طبيعه حضرتك. تمام. انا انسان رياضي، بلعب كل يوم حديد. المكنه بتاعتي اللي هي العضلات. أيوة. نشطه. تمام. فانا مثلا خدت الاناسيليوم مع نظام غذائي متدلع، خلينا نتكلم. ايوه، مع الرياضه بسرعه جدا. صحيح. ليه؟ لان انا عضلاتي نشطه، عضلاتي المكنه بتاعتي شرهه للطاقه. كويس. فوانس اللي انا اديت لها قللت حجم الاكل واديت لها لقمه صغيره جدا، هتلاقيها بتحرق بسرعه قوي. ايوه. غيري قاعد في البيت، فالمكنه بتاعته ضعيفه. فانا ممكن اخس مثلا 5 كيلو في اسبوع، لو انا بس قلت النهارده انا همشي على دايت عايز اخس 5 كيلو، ممكن انزلهم في اسبوع، غيري ممكن ينزلهم في 10 ايام، غيري ممكن ينزلهم في شهر. فهمت. فهنا في عوامل كتير جدا جدا. صح. جدا. وعشان كده ايه بقى هنا دور الابلكيشن. اوكي. هنا بقى نرجع اللي بنحدد عليه على اساسه، فمين اللي بيحدد الابلكيشن؟ انا اقدر اقول لك في الاول، لا انت قاعد في البيت، قعدتك في البيت دي هتقدر تتمشى حتى في البيت؟ ومش ماشيه اللي هي مشيه العواجيز، لا لا لا، احنا عايزين ماشيه عنيفه. تمشي في البيت ان شاء الله، حتى في البيت. أوكي. تمشي في البيت نص ساعه من غير ما ترتاح. كويس. هتقدر تمشي معايا كده، انت شغلت المكنه معايا. ننط الحبل، نقعد نتنطط كده يا دكتور. عايز اقول لك نط الحبل ده رياضه قويه. يعني بقول لهم يعني حاجه انا بعملها لما بكون نط الحبل ده، يعني تلت ساعه كارديو نط حبل بيحرق كميه سعرات لا تتخيلي. كتير جدا جدا. طب ما تقول لنا بقى دكتور، نحصل على الاناسيليوم ازاي والارقام والصفحات بعد اذنك؟ احنا عندنا ثلاث طرق للتواصل اونلاين زي ما احنا بنتكلم من اول الحلقه. كويس. في ارقام ظهرت على اول الشاشه اهي للتواصل مع شركه تارجت فارما. حلو قوي. كلمونا على الواتساب، الارقام دي كلها عليها واتساب، هتقدر تتواصلوا بسهوله. اسهل من السوشيال. مش بقى ما بيردش، مشغولين. لا 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 لا. ده واتساب هتلاقي على طول حد رد عليك. كويس قوي. تمام. ده بالنسبه للواتساب. كويس. ده الفيسبوك، عندنا صفحتين على الفيسبوك، صفحه باسم اون تارجت فارما باسم. أيوة. الشركه. ايوه. وصفحه ثانيه باسم خبيره دكتور التغذيه، دكتور نهال، نهال حافظ. دي دكتور التغذيه اللي هتابع معاك ان شاء الله. ده بالنسبه. أوه. للفيسبوك. كويس. الانستجرام في صفحه باسم اون تارجت فارما برضو بنفس اسم الشركه. ايوه. ما شاء الله داخلين على 50 دول الشباب ما شاء الله. ما شاء الله داخلين على 50000، ودي حاجه تدي برضو تراست في البرودكت. ما شاء الله. فسواء انستجرام، فيسبوك، او حتى واتساب، لان هو ده اشهر دلوقتي وسيله للتواصل او اسهل بالنسبه للناس الكبار شويه. الناس كلها دي. حتى زي حالاتي كده. ربنا يخليك يا دكتور. 20 سنه برضو. الله يخليك. لسه فوق 50 كده. ربنا يديك الصحه. احنا سواء واتساب، فيسبوك، انستجرام، هتلاقي فريق
طبي متكامل، يديك الابلكيشن اللي عايز اكد عليه اللي تملاه عشان نقدر نوجهك صح. والله يا دكتور انا سعيده بوجودك معايا بجد والله حضرتك، يعني زي ما قلت لك المره اللي فاتت انت وجهه مشرفه بجد. شكرا ليك، واسمحوا لي طبعا اشكر ضيفي اللي شرفني نورني دكتور احمد نابل اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه، وطبعا بشكر حضراتكم طبعا لحسن المتابعه، وشكرا للثقه الغاليه، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.